استقبل نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي سندلوز النائب أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية وأفريقيا في بريطانيا، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والإعداد البريطاني للقمة الثانية للاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا والمقررة في عام 2024. كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الدول الأفريقية.